حلقة طبعا زي ما حضراتكم شايفين بنحاول نلم كل الإحصائيات من قناة النادي الأهلي. مش بس نهتم بكرة القدم، بنهتم بكل اللعبات، بنهتم بكل الأفراد، أيضا بنهتم بكل النجوم. زي ما عندنا نجوم في كرة القدم، وعندنا نجوم في كرة اليد، عندنا نجوم في كرة الطائرة، عندنا نجمة ونجوم في كرة السلة. واحدة من أهم اللعيبة اللي موجودة في النادي الأهلي حاليا في الفريق الأول، وكمان تم اختيارها ضمن أفضل 10 لاعبات كرة سلة في العالم. يعني على المستوى الشخصي يعني واحد فعلا يعني بيتمتع بيها جدا، وبيشوفها ان هي بتعمل حاجات مختلفة عن اي واحدة موجودة في مصر في كرة السلة. علشان كده لما بتكون موجودة في اي مكان بتشد انظار الجميع وتشد انظار المتابعين، ودايما الجمهور بيحبها وعارف دورها كويس قوي سواء مع منتخب مصر او مع النادي الاهلي. تم اختيار اللاعبة ثريا محمد ضمن افضل 10 لاعبات كرة سلة في العالم او في الكرة الثلاثية. علشان كده لازم نديها حقها ولازم تكون موجودة معانا في مداخلة هاتفية علشان نقول لها كل سنة وهي طيبة، ونبارك لها على الانجاز ده، وان شاء الله تحققه في 2020 وتحقق البطولات اللي نفسها فيها واللي كمان هسألها عليها دلوقتي. ثريا برحب بيكي وبقول لك الف مليون مبروك، كل سنة وانت طيبة وعام سعيد عليكي. انا عارف ان عام 2019 كان سعيد جدا عليكي على المستوى الدولي وعلى المستوى المحلي، وان شاء الله تقدري تحققي اللي انت نفسك فيه كمان في 2020. الو، ازيك يا عمر؟ عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله، منوره. الله يبارك فيك. طبعا ميرسي، وكل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وجمهور النادي الاهلي بخير. طبعا وانت طيبه يا كابتن ثريا. بس يعني الغريب ان 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 التفاعل معاكي على السوشيال ميديا وحتى من خلال جمهور النادي الاهلي، بسم الله ما شاء الله، بيحبوكي جدا جدا، وانت كمان بتخليهم يحبوكي من خلال انجازاتك وارقامك وبطولاتك. زي ما انا قلت، انت تم اختيارك من ضمن افضل 10 لعيبه كره سله في يعني بنتكلم في الفتره الاخيره او في عام 2019، وده يعني اعتقد ان لقب ما فيش مصريه حققته، وانت بالتالي ممكن تكوني اول واحده حققت اللقب ده. فاكيد عام 2019 بالنسبه لك هو عام مميز جدا على المستوى الدولي وعلى المستوى المحلي. ايه اللي انت نفسك تحققيه في عام 2020 كمان؟ والله انا مبسوطه جدا 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 بالاشاده اللي انا الدوليه اللي حقك. انا خدتها بصراحه. ما كنتش متوقعه خالص ان انا هطلع من احسن 10 لعيبه في العالم في 3 على 3. تمام. مبسوطه جدا بتفاعل الناس معايا على السوشيال ميديا، وبالذات جمهور النادي الاهلي قد ايه بيقعدوا يبعتوا لي واحنا فخورين بيكي وان انت بنت النادي الاهلي واخده التايتل ده. مبسوطه جدا حتى كمان بالاتحاد الدولي فيبا، كمان بينزلوا لي بوست وبينزلوا لي فيديوز وكده، وبيقعدوا كل شويه اللي هو اللعبه اللي عملتها في ماتش مالي دي كانت من احسن برضه 10 حاجات في 2019. انا بصراحه بالنسبه لي 2019 ده سنه انا عمري ما هنساها، فخوره جدا بصراحه بالاداء اللي انا وفرقتي عملناه في 3 على 3 وفي 5 على 5، وان انا كمان اخذت هداف افرو باسكت، وده اول لقب اول واحده مصريه تحصل عليه يعني. ففخوره جدا بادائي وباداء فرقتي. طبعا هي فرقتي هي اللي خلتني اوصل ان انا اخد احسن لعيبه في البطوله وهدافه افريقيا. طيب لقب كليوباترا ايه رايك فيه؟ والله ده المفضل فعلا بالنسبه لي اللقب ده. يعني كان كذا حد بيقعد يقول لي القاب كده ابو تريكه وبركات، بس يعني ده بالذات دي حاجه جديده يمكن، فما كنتش قبل كده حد يعني خلاص دلوقتي اصلا كل الناس بتكتب لي على السوشيال ميديا ما بقاش حد ثريا، لا كليوباترا، احنا كليوباترا عندنا. فخلاص انا بقيت لما بسمع الاسم ده بكون فعلا مبسوطه. طبعا طبعا ثريا، لما شفت الاشاده والدعم الكبير من الجمهور الاهلاوي، هل كونسبت كره السله السيدات بدات تتغير عند زميلاتك وفي مصر بشكل عام، ان ممكن فعلا حد يكون سبب في انه يغير الدفه ويخلي الجمهور الكبير يبدا يركز مع كره السله ويبقى عارف ان ممكن نخرج منه لاعبات على اعلى مستوى ينافسه اعظم اللاعبات اللي موجوده في العالم، وان ده حاجه مش صعبه على مصر ولا على تاريخها في كافه المجالات والرياضات اللي موجوده؟ اكيد طبعا، وخصوصا كمان ان بعد ما يعني خلاص كان الاهتمام كله في الاول كان للكوره اكتر، صح، وما كانش اهتمام بالباسكت زي دلوقتي. السوشيال ميديا ابتدت تهتم بالباسكت، وخصوصا كمان في البنات لما ابتدوا ان هم يهتموا، فحصل ان خلاص الناس كلها بقت مركزه مستنيين فريق النادي الاهلي هيعمل ايه، منتخب مصر البنات اللي في الاهلي بنته هيعملوا ايه. فخلاص الناس كلها بقت مركزه، وحاسه بصراحه ان ده يعني هو طبعا حاجه كويسه ان الناس كلها متابعانا، وفي نفس الوقت ده يدينا حافز ان احنا عايزين نفضل مقدمين نفس المستوى اللي بنقدمه في المنتخب هو اللي بنقدمه في النادي الاهلي، زي ما عايزين ناخد كل البطولات في النادي الاهلي زي ما احنا عايزين نكسب في المنتخب، لان احنا ما تعودناش ان احنا نخسر. صح. فعندنا نفس الروح بتاعه الاول في المنتخب هي في النادي الاهلي.
صح. طيب ثريا محمد نفسها في ايه في عام 2020 وهو بيبدا معانا واحنا على بعد خلاص بنتكلم 6 دقائق وهندخل في عام 2020، اولى امنياتك اللي نفسك تحققيها على المستوى الشخصي طبعا وعلى المستوى الجماعي مع النادي الاهلي؟ انا طبعا نفسي في 2020 دي ان احنا يعني بالنسبه للنادي الاهلي المنتخب طبعا متوقف دلوقتي، نفسي بالنسبه للنادي الاهلي ان احنا نكمل على نفس المستوى اللي احنا فيه. كسبنا الحمد لله بطولة المرتبط الخميس اللي فات، لسه قدامنا 3 بطولات طبعا هم ان شاء الله ان شاء الله مش هيطلعوا بره النادي الاهلي، وده اللي احنا بنوعد بيه الجمهور. عايزين جمهور النادي الاهلي يفضل واقف معانا وبيساندنا، وعايز اشكر الجمهور طبعا يعني بطريقه غير عاديه ان هو كسبانين خسرانين بصراحه الجمهور ما بيزهقش مننا. نفسي بقى على المستوى الشخصي ان انا احقق مع المنتخب ان انا اوصل الاولمبيات ان شاء الله وكاس العالم، وبالنسبه للنادي الاهلي ناخد ال3 بطولات الجايين ان شاء الله. يا ثريا يعني كليوباترا الكره المصريه الاهلاويه، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا. انا اتبسطت جدا ان انت بتكوني موجوده، مثل اعلى لكتير من بناتنا اللي موجودين في الرياضه بشكل عام، وان شاء الله تكوني دايما مثل وقدوه وتحققي اللي انت كل نفسك فيه. بشكرك شكرا جزيلا، كل سنه وانت طيبه وعام سعيد عليكي ويكون مليء بالانجازات والبطولات. دي كانت ثريا محمد لاعبه النادي الاهلي الحاصله على لقب افضل من أفضل 10 لعيبة موجودة في الكرة الثلاثية اللي هم 3 على 3 اللي عرضنا لحضراتكم منه بعض اللقطات.